لعيبه ومعاهم الجمهور، ايه الصور دي؟ ايه الدخله دي؟ طب اسمع كده معايا. كله في حالة ذهول من اللي حصل من الجمهور. وسؤالي لجمهور النادي الأهلي، هو أنا ليه ما كنش كده في كل المباريات؟ يعني في مباريات الدوري هنا بعد إذنكم إحنا لنا 15,000 متفرج، وبقول لإدارة النادي الأهلي خفض التذاكر للنص عشان جمهورك يجي وجمهورك يآزر ويشجع، يبقى قدام الزمالك زي قدام بيراميدز زي قدام الإسماعيلي زي قدام المصري زي قدام السيراميكا زي قدام البنك الاهلي زي قدام بتروجيت زي قدام حرس الحدود زي قدام اي فريق. اللي احنا شفناه من جمهور الاهلي امبارح ده لازم يتكرر، عمره ما هيتكرر بالجمال ده لانه انت ما عندكش الساعه دي، لكنه حتى لو حضر 10,000 متفرج، واحنا دايما كنا بنبقى مطمنين لما جمهور الاهلي بيبقى في ظهرنا. الاهلي عنده تحديات كتيره جدا السنه دي، تحديات ملهاش حدود، لكنه قادر على الفوز بها جميعا بفضل هذا الجمهور. اسمع تاني. كل شوية بوم في المدرجات، كل شوية هستيريا الفرحة والجنان والسعادة الجميلة جدا داخل المدرجات. هوريكم شوية صور وشوية احتفالات كتير منكم شافها على السوشيال ميديا، لكن البعض ما بيدخلش على السوشيال ميديا عشان يشوف. أتحداك لو شفت لفظ واحد أو كلمة واحدة جارحة أو كلمة واحدة فيها خروج عن النص، حتى لما إمام راح يحتفل مع الناس وما نطقش ما فتحش بقه، الشناوي قال له يا امام ما تغنيش، قال له والله ما بغني ما بغنيش. حتى في عز الفرحه وعز السعاده عارفين اللي ليهم واللي عليهم. الجماهير امبارح ادت درس في الالتزام في الانتماء في التشجيع في المؤازره في المسانده. انا عايز اسمع تاني ووريك تاني لان جايب لك حاجات كتيره جدا النهارده. فريق العمل تعب جدا جدا وبشكركم لان حطينا على السوشيال قلنا لهم ابعتوا فبعتوا لنا. نسمع كمان ونشوف. كنا زمان بنلوم على الجمهور يقول لك ده بيفضل يشجع قبل المباراه لحد ما يتعب وساعه المباراه بيبقى ساكت. شوف الجمهور عامل ازاي. انا كلمني واحد صديق من الامارات بعد ما خلصنا الاستوديو امبارح، قال لي انتوا تفتكروا انه ممكن حد يقدر يكسب النادي الاهلي بالشكل ده والجمهور ده؟ قال لي ده انتوا جبارين، ده انتوا مش عاديين. قال لي ايه اللي بيحصل ده؟ هو اماراتي جه مخصوص عشان يشجع العين وكان حاضر امبارح في المباراه. قال لي لا، قال لي بقينا قاعدين في الملعب مخضوضين ومش مصدقين ومبهورين بجمهور النادي الاهلي اللي بيعمله جمهور النادي الاهلي. ايه ده؟ بص يا عم وشوف افراح الاهلي وجمهور الاهلي.
انا عارف انه في ناس كتيره جدا جدا يعني كان نفسها تكون موجوده في الاستاد، لكن التذاكر والعدد المحدود ما خلوهمش يروحوا الاستاد. فانا بحسسك كانك كنت في الاستاد امبارح. انا دايما طبيعتي لما في حاجه حلوه بتحصل احب اتفرج عليها مره واثنين وثلاثه واستمتع بيها، فانا عايزك انت كمان تستمتع بيها. بصوا بقى، كلنا بنفخر بانتمائنا لمصر، كلنا بنفخر اننا مصريين، كلنا بنفخر ان احنا من تراب هذا الوطن وهذا البلد، وربنا يديم علينا نعمة الامن ونعمة الانتماء لمصر وكلمة اننا مصريين. ولكن مصر تفخر بوجود نادي زي النادي الاهلي في مصر. ده بجد، لانتصارات، لبطولات، لنماذج مشرفة، لأفراح، لسعادة، لأنه النادي الأهلي بيرسم البهجة على وجوه كل المصريين أو معظمهم، لأنه معظمهم أهلاوية بيني وبينكم يعني. وحتى بعض غير الأهلاوية امبارح كلموني والنهارده كلموني كانوا سعداء جدا بالنادي الأهلي. لكنه ما أجملها ليلة لما تبات وأنت فرحان وأنت سعيد وأنت مبسوط. وأنا هنا بتكلم على بطولة عالمية، بتكلم هنا على اتحاد دولي بيبعت لك تهنئة، بيقول لك كلام أحلى كلام. أنا ما خدتش النهارده غير عنوان واحد، أفراح الأهلي. بصوا سواج امبارح، اعترف واقول الحق يوم اقول لك تفاعل يا حبيبي، افهم، 60,000 متفرج كلهم بنفس الصوت، كلهم يعني ما في رابط احد ماسك مايك ويغني ويرد وراه، لا الملعب كله بوه والله. 90 دقيقه ما في واحد فيهم جلس. والله شيء صدمني. والاغنيه دي اللي ايه اللي حصل عندكم؟ ما تسمعونا حسوا بيعمل كده، ما تسمعونا حسوكم الدرج كله على سبيلك. ما انت سمعت حسنا وشفت لعبنا وشفت فرحنا وعشت فرحنا وفرحت زينا. ده بجد يعني. وجمهور العين وجمهور الامارات جميل يعني. فجأة كده انصهروا معانا، واحد في الاول بيغني للعين وبعدين راح ناقل نفسه مع النادي الاهلي بقى يغني للنادي الاهلي. جميل جميل. الكل امبارح في حالة سعادة وبهجة وفرحة مش طبيعية، مش لحاجة، لانه فعلا احنا محتاجين الفرحه، وكمان للاداء بتاع النادي الاهلي، مش للنتيجه بس، الاداء والشكل والامتاع والتعب والاصرار. كل لعيب بعشر لعيبه، لا لا ب30، لا قول ب50، لا قول ب100، امبارح في الملعب مفيش حد بدأ يعني كسل في سبرنت، في متابعه، في تغطية، كله. ده أنا حتى بقول لك إنه الناس اللي نزلت، عمر كمال نزل دقايق، وقفشة نزل في الدقيقة قبل الأخيرة، فعمر يجيب البنالتي وقفشة يسجل البنالتي عشان الكل يفرح. ده الصينيين غنوا للأهلي. ليا واحد صديقي في الصين اسمه محمد حسبه، بعت لي عن طريق عمر ابن أخويا فيديوهات الصينيين بيغنوا للاهلي وبيقولوا اهلي كمان. هو في ايه؟ هو ايه الظاهره بتاعت الاهلي دي؟ ايه الظاهره بتاعت الاهلي؟ انت مش مصدقني في الصينيين؟ طب اسمع يلا. آني 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 نمبر 1 آني 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 آني. الصينيين نطقوا، الصينيين قالوا اهلي. لما تسال اي واحد، قلتها لك قبل كده، لما تسال اي واحد في اي كده مجال دولي ولا حاجه بتاع وتقعد جنبه وتساله ازيك، يقول لك الله يسلمك، يقول انت منين، يقول لك انا من كذا، انت منين، فتقول له المصري، يقول لك من عند الاهلي. ايوه من عند الاهلي، ايوه من عند الاهلي، البلد اللي فيها الاهلي. ايوه عشان كده بقول لكم
على قد فخرنا بمصريتنا، على قد فخر مصر بهذا النادي، على قد فخر مصر بهذه المنظومة، على قد فخر مصر بهذا الجمهور الملتزم الجميل الرائع. وممكن النبي الله يخليك ربنا يكرمك توريني ايه ده، ايه ده، ده في خطر. ده افراح المصريين في قطر ومعاهم بعضا من الاخوه القطريين. بس الله يكرمك توريني الدخله تاني كده، توريني حلاوتها، توريني جمالها. وحشتنا الدخلات دي، وحشتنا الطبل والترومبطات والسنارات والاعلام والهتافات والاهلي حارس مصر. يلا اتفضل شوف، متع عينيك ومتع نظرك بجماهير النادي الاهلي. اللعيبه طبعا طبعا ومليون طبعا، الاداره طبعا والف مليون طبعا، الاجهزه مليون طبعا، لكن الجمهور سحر تاني خالص. انا اقسم بالله لو عندنا مدرج ساعته 300,000 وفي المباريات اللي زي دي لتلاقيه ممتلئ عن اخره، وفي 300,000 كمان عايزين يدخلوا. وممكن تقولوا لنا توضحوا للناس ايه اللي مكتوب، لان ده مهم جدا.